السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، اليوم جئتكم بطريقة الحصول على الموقع الرسمي لأي برنامج نبحث عنه. فكما نعلم أحيانا نبحث على بعض البرامج، فعند كتابتها على في محرك البحث جوجل تظهر لنا عدة مواقع تنسب لهذا البرنامج، فنحتار من أمرنا أيهما الموقع الرسمي لهذا البرنامج. ولكي لا نخدع أنفسنا نقوم بهذه الحيلة، فمثلا سوف أقدم شرحي على برنامج سيكلينر. كيف نعرف الموقع الرسمي الخاص به؟ ما علينا إلا التوجه إلى محرك البحث جوجل، نكتب سيكلينر ونضيف له 0a.net. هذا يعني أننا سوف نحمله من الموقع الفرنسي 0a.net. نضغط على هذا الرابط. نحن لن نحمل من هذا الموقع، فقط نستعمل هذه الحيلة لمعرفة الموقع الرسمي لسيكلينر، ونفس الطريقة نطبقها على بقية البرامج. ننتظر قليلا. بعد ظهور هذه الصفحة نضغط على تيليشارجي. تظهر لنا هذه النافذة، نقوم بالخروج منها. هو حولنا أصلا إلى الموقع. سوف أريكم الآن كيف تحصلون على الموقع الرسمي لأي برنامج. كما تلاحظون الآن عند تقريب الماوس هنا سوف يظهر لكم رابط تحميله من الموقع الرسمي، وعند الضغط هنا تقريب الماوس فقط سوف يظهر لكم اسم أو عفوا أو رابط أو رابط الرسمي لموقع سيكلينر. هذا ما إذا أردنا الذهاب إلى موقعه الرسمي نضغط هنا، أما إذا أردنا تحميله مباشرة من موقعه الرسمي نضغط هنا فقط، سوف يحولنا مباشرة إلى الموقع الرسمي. فكما تلاحظ فكما تلاحظون أعطانا الرابط تحميله من الموقع الرسمي، ولكم أن تطبقوا نفس الطريقة على بقية البرامج التي يختلط عليكم الأمر في معرفة موقعها الرسمي. وإلى هنا ينتهي درسي معكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.